شو ما الشعفة لك حسو منشي وش الحكومة في ناس شو ما رانشي هو يدو هل عادم في قرب عندهم سيمان الحكومة شمال شمال خالي ثمن اخوان كيبقاو 50 درهم 50 درهم ثمن هو 50 درهم من الشغل اخوان عشاق طالب البول اخوان ديال الشيء المغربي وطواط تبارك الله صيد جديد هذا وياك صيد جديد الاخوان تبارك الله نشوف مايا السلام نشوف مايا يس الله يبارك شمان ديال واحد الوليدات 80 درهم وجدورة 40 درهم وليدات 80 درهم وجدورة 40 درهم تحياتي خويا والله يسخلك الامور الله يحفظك الله يحفظك خويا اخوان وشا فرق حسون الاخوان تاو الاخوان هادو نشوفو واش برك الله نشوفو شي واش اللهم بارك شحال عندو بخالي عندهم جوج سيمانات الاخوان الثمن 50 الثمن هو 50 درهم يا شو واش برك الله في صحة جيدة الثمن هو 50 درهم والله يسخر لك الامور الله يحفظك تحياتي اخوان واش شاطر حسون اخوان مرقد زيلال 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 راه بلاصه زيلال واش واش بارك الله اخوان كامل الكوره اخوان السلعه كي دايره تبارك الله هذه الشدوره ديالهم شحال عندهم سميش كادو هو عنده شي كيلا عنده 15 كيلا عنده 20 الطير باين اخويا الطير القديم راه باين جمال جمال 170 درهم هانشي هو الاخوان رشاوي رشاوي 50 درهم رشاوي 50 درهم وهذا الكورة 170 درهم نمرة خالي 06 لا 06 شي قرع اخوان مسول ماضي تواصل من الاخ 870 درهم تكون 70 درهم تكون الجاوي 1000 درهم 50 درهم ما نبغى شي بياسه اخوان تواصل مع السيد والله يسخر الامور اخوان وحاجه كورة اللهم بارك الاخوان الادابة العادي كانت الدار شوية شحال عندهم خالي؟ دي 12 ما بين 12 15 يوم تبارك الله كورة 100% كرة خويا قلب كاين اللي 200 درهم لا والو 180 درهم ما بين 12 15 يوم الثمن ديالهم قلتي لي 180 درهم 180 درهم خلوية 170 هادو راه ديريكت الزوان اخويا راه ما كيضربوش الزوان نيشان عطاهم النمرة خالي ديالك 0704 سير 68 24 56 تحية وداني الله يحفظك كاين شي بياسات اللي كاينين هما اللي بقاو هما اللي بقاو اخويا الله يسخر لك اخويا تواصلوا مع السيد الله يعاونك الله يحفظك اللي بقاو الله يسخر لك امين الشاطر حسون اخوان اللهم بارك تبارك الله ما شاء الله اخوان تبارك الله ان شاء الله جمال تبارك الله حسين اصدير الوضع اصدير اصدير اخوان تبارك الله اصدر عنده عامين ونص اخوان تبارك الله جمال اللهم بارك تبارك الله الثمن ديالو هذا شي هذا 600 درهم هذا كيبقى اخوان 600 درهم عمرو خدام كريان لا ما نكذبش ياك الثمن ديالو اخوان هو 600 درهم النمره ديالك خالي 06 61 70 44 90 هو اللي بغا يشد تبارك الله راه مريح تبارك الله الثمن ديالو هو 600 درهم يتواصل مع الاخ الله يسهل الامور تبارك الله الاخوان الله يبارك الاخوان جمالك جمال تبارك الله اخوان جمالك جمالو الاصل ديالو هذا قرا عنده عامين قرا عنده عامين شو كلام فيه ويداني ويداني واش كلام حفاظه ولا ديال الوالدين؟ لا ويداني ديال الطبيعه ديال الطبيعه كلام ديال الوالدين الاخوان تبارك الله الثمن كنقولوا 500 هذا 500 درهم مقابل اللي تشافوا الاخوان الله يحيي لك ودي 50 درهم 100 درهم
والله يستاهل الامور. ان شاء الله 06 73 31 31 31 31 00. دوم الصغير شو واش بركه القار كيفاش داير؟ تواصلوا مع الاخ ليه بغا يتواصل معاه. جمال جمال ونهضر معاه فيديوهات ديالو في الواتساب. تعذرني سمو ليا ياك اخويا العالف نقي. الله يحفظك ليا. الله يسهل الامور. كيقول المشنا مرقد سردي سردي اخوان. واحد الطير اللهم بارك كلم تبارك الله. الله يسترك خويا. نسمعوا الاخوان. اللهم بارك. الصيد تبارك الله اخوانا. هذا العصر ديالو خويا سي. راه عنده عامين اخويا. راه عنده عامين. ديال الكريه هذاك. ديال الكريه. ديال الكريه اخوان. لا مو كريه. بارك الله راه صايل اللهم بارك. الثمن ديالو اخويا هذا؟ 1300 درهم. ممكن تورينا كسيوه ديالو؟ مرحبا. ورينا اخويا سي. اللي بغى الفيديوهات راه نسيفطهم ليه. مرحبا. كيجي على المرايه كيجي. اشوف اخوان الطير تبارك الله. والله حاطه بالدار. الزين تبارك الله اخوان. تبارك الله. اللي بغاه 1200 درهم ياك؟ 1300 درهم. 1200 من جاش من عندك يلا. سير الله يحفظك يا ياسين. اخوان اللي بغى الفيديوهات ديالو راه يلوح لكم في واتساب. واللي بغى يتصنت لي مباشره يجي عند اخ ياسين. مرحبا باخوان. عطاكم النمر ديال اخ ياسين وتواصلوا مع اخ ياسين. خويا ياسين النمر ديالك اخويا 06 93 93 97 99. تحياتي خويا ياسين والله يستخرك الامور. الله يحفظك خويا. العز الشاطا الكنار اخوان. هادو جوج كوره اخوان الكنار. واش دير ياك؟ موجودين هادو راه. واش دير اللي بغى يخدم الاخوان؟ جوج كوره. الثمن 100 درهم لواحد. 100 درهم الثمن هو 100 درهم لواحد هنا يا سي. انا عارف الثمن كيبقى هو 100 درهم. عندك تليفون؟ قول لي 06 61 97 95 95. تبارك الله اخوان. هاد الكره راه صايلين. هو واش ديال الخدمه الثمن ديالهم هو 100 درهم. وراه عندهم مازال الكره اخوان في الدار. اللي بغاهم يتواصل مع السيد. الثمن هو 100 درهم. الله يسهل امورك. الله يسخرك. امين. خويا واحد الكوكا ديال جوج تشاوي. جوج تشاوي اخوان ديال الاساس اخوان. ماشي خدامين هذوك. وحده كبر من وحده واجد. يعني دابا اللي حق اللي بغى يخدم دابا. يجي حلو على الدار بزاف. هادو راه واجدين اخوان جوج تشاوي الاخوان. الثمن ديالو 600 درهم. 600 درهم يعني 150 درهم بياس. 150 درهم. دوك يبقاو 150 درهم بياس اخوان. التليفون ما كاينش. عطيهم التليفون ديالك. ديال من؟ نهار حد انا هنا. نهار حد انا. المهم اخوان نشوفوا غدا ان شاء الله السيد غيكون في السوق. اللي بغى الكوبلا دايره 300 درهم جوج نشاوي دايره 150 درهم نشوه. راه هو واش دير اللي بغى يخدم. غدا ان شاء الله نلقاو في السوق. والله يسخر الامور. اللهم امين. الله يحفظك. كاين ديزاست اخوان شي كوبلا. صغيره ما خدماتها. هذه مازال اخوان ما خدماتش. كارون شو اخوان. الثمن ديالو 600 درهم. هذو كيبقاو 100 درهم. 300. هذو الالباس تاع راجيم اخوان كيبقاو 900 درهم تكوف الاخوان. 900 درهم. واش تاع طالباش اخوان دير رجل مغربيه بيروش. شنو مارك هنايا؟ كاين الهوكو كاين الرينبو. رو هوكو كاين الرينبو اخوان. ثمن ديال الرينبو؟ رينبو 40 درهم حبه. رينبو 40 درهم. وهوكو؟ هو 60 درهم. هوكو 60 درهم. الله يسخر الامور اخوان. وتحياتي لخويا اللي بغى شي بياس تبارك الله. راه النمره عندكم في الفيديو. تحياتي لخويا. الشاطا كانوا مسلسل اخوان اللهم بارك. كوبلا بولادة. هذه كوبلا زويجه بولادة. هذه راه كوبلا وليدات بولادة. كامل ولادة. ثلاثة تبارك الله اخوان. هذا هو الذكر ياك؟ هذا الذكر. نتوان نتوان. يعني هذه. هذه الذكر وحدها هو خاولي. هذا الذكر راه نشوى. هذو راه ولادهم. يشبر لي واحد بحال 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 والدي. تبارك الله. دابا اللي بغاهم يزويجها بولادها. اللي بغاها تنبيع معقول. الثمن ديال. انت عطيني الثمن ديال مجموعين.
ثمن المجموعه 150 ثمن الحبه 150 درهم 150 درهم تبارك الله اخويا باقه تعطي باقه تخدم تبارك الله هز على البيض 100 درهم قلت هي كاملين ياك كلشي بولادها واللي يبغى البياسه 150 درهم خوانا نشوف بس السلعه تبارك الله عطاكم النمبر ديال الاخ في الواش تواصلوا معاه 06 58 64 24 66 تحياتي لخويا اللي بغى الكوبل ولا تبارك الله يتواصل مع السيد واللي بغى البياسه حتى هي راه الثمن ديالها راه كاين في الفيديو والله يسخر لك الامور اخويا طالع جينا اخوان ميسو الله يبارك شنو الكلام فيه شنو الكلام فيه كوبيا الاخوان كوبيا مالاكا الاخوان ودعام هذا ودعام الاخوان الثمن ديالو شحال؟ الثمن ديالو الاخوان كيبقى هو 500 درهم هذا هو كلام فيه مالاكا الاخوان عندك تليفون؟ عندك تليفون النمره ديالك اخويا 06 84 94 04 67 اخوانا نشوف معايا ميسو اللي بغا تبارك الله تواصل مع الاخ خلو في الفيديوهات ديالو في الواتساب اخوان اللي بغا يجي يصنت لي مباشره يجي مرحبا الله يسهل الامور الثمن قلت لي هو الثمن هو 500 درهم الله يسهل لك اخويا الله يحفظك شاطر الحسن اخوان اللهم بارك تبارك الله اخويا ما كيخاف ما تيشي حاجه ولكن التليفون حداه اصل ديالو خويا قراه خويا قراه ودعام ودعام عندو جبدالات عندو جبدالات تبارك الله عندو شي عام ونص تقريبا شنو الكلام في هذا خويا ولدان يا خويا الكلام ديال والدي ولا حفاظه شويه فيه حفاظه وفيه كلام ديال والدي غلط الثمن ديالو كيقول فيه 700 تبارك الله هذاك كيبقى ب 700 درهم الاخوان واش واش تبارك الله خويا نعطيكم النمر ديال الاخ وتواصلوا مع السيد اللي بغى الفيديوهات يجي يتفرج مباشره واللي بغى الفيديوهات ديروا لكم في الواتساب والله يسهل الامور قول لي النمبر ديالك 07 00 42 92 60 تحياتي لخويا والله يسهل الامور وتواصلوا مع الاخ والله يسهل الامور الله يحفظك اخوان السلام عليكم اليوم كنوصلوا قرعه الاخ مصطفى خويا مصطفى شي مزيان صحة اخوان اخ مصطفى معروف بالمغربات اي بيس احتاجي شو كاينه خير موجود تبارك الله نشوفوا المحل تبارك الله الدخل السوق المحل اللي حبيت واللي احتاجي شو كاينه نشوفوا تبارك الله نشوفوا معايا هذا راه حفاظه كامل حسنيه تبارك الله اخوان هذا ما فيش مطواطيه كاع بصفه نهائيه هذا الاخوان كامل حسنيه تبارك الله شحال عنده تقريبا عنده عامين الثمن ديالو اخو مصطفى هذا 1000 درهم الاخوان راه كامل حسنيه الاخوان اللي بغى راه يتسلط لي كاينه تبارك الله هذا زهر الاخوان نشوف معايا هذا وليد راه وليد تبارك الله اخوان نشوف معايا الثمن ديالو هذا 250 درهم يعني بالقفز ديالو وكلشي ليه ثمن مناسب اخوان 250 درهم القفز ديالو بكلشي لا اخوان بين الحدات تبارك الله من 200 درهم وطلع شويه هذا كلهم كذا كامل قدام تبارك الله هذا شوف معايا شحال موجود تبارك الله فين الشاطر تشوفوها الاخوان تبارك الله هذا جدار هذا تبارك الله راه محمر تبارك الله الثمن ديالو خو مصطفى هذا 170 درهم تبارك الله غنشوفو مال هداد كوب هذا كلوستر اخوان غنشوفو معايا هي الثمن ديال هاد الكوب يا مصطفى هادي 600 درهم الاخوان هداد تبارك الله راه موجود غنشوفو كاينين ولاد قدام كاينين جدوره اللي بغا شي حاجه مرحبا تبارك الله كاين الدكار ديال الكارا ديالك شي واش تبارك الله واش هادي شحال الثمن ديالها 200 هادي كتبقى 200 درهم كاين هاد هازار تبارك الله هو شوف تبارك الله راه مدريسي تبارك الله عندي 3 سنوات اخوان الثمن ديالو خويا هذا كيبقى ب 600 درهم هاد الحداد راه قلنا ثمن من 200 درهم وطلع الفوق شويه كلشي داوي اخوان كلشي داوي مكلم تبارك الله
كاين هادو كنار اخوان بسنابر الكبار شنو هادو الكبار الكبار الثمن ديال واحد هنايا شحال هذاك اخويا الثمن 200 درهم 200 درهم البياس اخوان هانتوما السلعه بارك الله هانتوما اخوان مقلين اللهم بارك اش ديالو خو مصطفى هذا هذا جدير الثمن ديالو الثمن ديالو 600 هذا 600 درهم فين هذا شي هو تبارك الله هذا هو اش دار ياك اه الثمن ديال هذا كاين مفرخ الميس تبارك هذا راه كوب هذا راه كوب بلور اخوانا كوب بلور ما نشوف هذا كنار كيفرخ الميس الثمن ديالو هذاك 800 هذا 800 درهم كاين الشاطئ الخضري اخوان صافي هذا الصفور اللي بغى يخدم ديالو هذا راه كبير تبارك الله راه قدام حتى هو كوبلو الثمن ديالو هذاك 200 درهم هذا 200 درهم خير موجود تبارك الله اخوان كاين البياسات تبارك الله اسم الله مارك الاولاد ديال القامات شو الاولاد ديال العصافير شوما كاينين شرف اللهم بارك الاولاد ديال العصافير هادو اسم الله مارك هو ديال البي وراه اللي بغى يخدم اياه هذا شبه الله ساشيني عين حمر عين حمر شمن ديالهم هنايا 250 250 درهم بياسة كاين واحد شويه ديال البيو الاخوان قطع النعار اباعت خدمه الاخوان شمن ديالها مصطفى هذيك 150 درهم شمن مناسب الاخوان كاين هاد شنو هذا خو مصطفى هذاك اخويا طائر مغربات من الفصيله ديال الحسنيه الحسنيه تبارك الله الثمن ديالو هذاك 600 درهم 600 درهم تبارك الله عاقل وكلشي وكله وانتو هذا البيو هذا 200 درهم هذا 200 درهم كله انت هو راه داوي وخير موجود تبارك الله كاين الاولاول الاخوان وبعد مبارك وبع ثلاث سنوات لا لي وخوف لا والو الثمن ديالو ديال هادي شحال وي ضربات معايا هادي 250 هادي 250 درهم الاولاول كلهم قدر راه شي الاولاول اخوان اساس عادي كيف كل خوف الاول الاول مسدود من اليد وكل خاصه تبارك الله ها شاو باغي يتصور معنا كاع الثمن ديالو خو مصطفى ديال الاولوال 350 من 250 وطلع لفوق حتى 400 درهم تبارك الله انتما حد ود الهداد ها شوف الاولاد تبارك الله واخا مرحبا فينا هما هما كاينين الفوق اخوا راه كاين ولاد ديال الحسنيه راهو الفوق بعاد شويه الدوره وكاينين تبارك الله انتما مناش كيفاش الثمن ديالو مصطفى من 800 درهم وطلع تبارك الله اخوان خير موجود تبارك الله لا هانتوما الحسنية قديم هذا الشيء هو ياك شحال هذا الثمن ديالو؟ هذيك 1000 درهم 1000 درهم يعني راه كلشي مكلم كلشي مكلم تبارك الله كاين باس اخوان راهو الفوق بعيد شوية يبغى يخدم به عنده عامين تبارك الله الثمن ديالو شحال؟ هذا الثمن ديالو 400 درهم كاين مشاوي ديال البوح مشاوي ديال البوح عامين شو راهم الفوق الثمن ديالهم؟ مشاوي ديال البوح 150 150 درهم تبارك الله اللهم بارك اخوان السلعة تبارك ممكن هذه الحمومية تبارك الله يا سيدي الله هانتوما يا اللهم بارك قلاو في الشركة الصفي دابا داخل البداله والله وجهي طويل تبارك الله الثمن ديال اخو مصطفى هادي الثمن ديالو هو 500 500 درهم اللي بغى الفيديو ديالها نصيفط مرحبا كلشي مدريس الاخوان ما كاين لا خوف لا حتى شي حاجه ديال العش قلت العش الاخوان هادي تبارك الله كاين الكوبا ديال امام الاخوان تبارك الله صلاح هيا فرخات هي وعاود فرخات دابا راه مبيضه جالسه المشوار اي راه مريحه في العشيشه هاي هاي اخوان راه مريحه في العشيشه صلاح تبارك الله كيدي كبروا الوليدات كتعطى عاوتاني هما الثمن ديال الكوبا بجوج من الاخر هو 600 درهم الثمن هو 600 درهم اخوان راه مبيضه تبارك الله راه الشام مريحه تقريبا تفرخات
الله يسخر لك اخويا مصطفى. الدود راه كاين شويه الدود الاخوان، الدود قال لك كيلو جوج كيلو اللي بغى بواطا راه 300 درهم البواطا، 300 درهم البواطا الاخوان. خير موجود تبارك الله اخوان. جيو هذا الاخ مصطفى الاخوان اللي بغى يتولى الاخوان البحال تبارك الله. خير موجود تبارك الله اخوان. مصطفى خويا النمره ديالك اخويا مصطفى 0474 84 54 94. تحياتي اخويا مصطفى، الله يسهل عليك اخويا. اخوان هذا الاخ مصطفى راه معروف بالمغرب باش الاخوان اي بياسه احتاجيتوها راه عنده تبارك الله، ودير معاكم شي شامين زوين والسيد راه معقول. والله يسهل عليك اخويا مصطفى وتحياتي اخويا، الله يحفظك.